صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محاور ثلاثة: في بيان ما هو المقصود بالأسماء الحسنى، وفي علاقة أسمائه تعالى بذاته، وفي بيان النسبة بين الاسم الأعظم والأسماء الحسنى. نأتي إلى المحور الأول نأتي إلى المحور الأول: ما هو المقصود بالأسماء الحسنى؟ إن الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم يدل على النقص، واسم يدل على كمال مشوب بالنقص، واسم يدل على الكمال المحض. فالاسم الذي يدل على النقص ككلمة الجاهل، العاجز، الميت، هذه ليست من الأسماء الحسنى لأن مدلولها نقص وعجز. والاسم الذي يدل على كمال مشوب بالنقص نظير قولنا العفيف، الورع، فإن هذه الأسماء وإن كانت تدل على صفة كمال لكن لا يصح إطلاقها على الله، فلا يقال لله عفيف أو ورع، لأن هذه الأسماء وإن دلت على كمال لكنها تدل على كمال مشوب بالنقص، لأن العفيف هو من يغالب شهوته ليسيطر عليها، إذن فهو يملك شهوة وعقلا، والورع من يغالب ميوله نحو الحرام ليتغلب عليه. إذن كلمة عفيف وكلمة ورع وإن كانت تدل على الكمال إلا أنها تدل على كمال مشوب بالنقص، لذلك لا يصح إطلاقها عليه تعالى. القسم الثالث: ما كان دالا على الكمال المحض، مثل كلمة قادر، عالم، قيوم، هذه الكلمات تعبر عنها بالأسماء الحسنى لأنها لا تدل على نقص ولا تدل على كمال مشوب بالنقص، بل إن مدلولها الكمال المحض، لذلك سميت بالأسماء الحسنى وهي اللائق إطلاقها على ذاته تبارك وتعالى،
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. المحور الثاني في العلاقة بين أسمائه وذاته. عندما نلاحظ الإنسان فإن العلاقة بين الإنسان وأسمائه علاقة تركيب، كل إنسان مركب من عنصرين، ذات وصفات، فذاته الإنسانية شيء وعلمه وقدرته وحياته شيء آخر، فالإنسان المخلوق بل كل ممكن في الوجود هو مركب من عنصرين، ذات وصفة. أما العلاقة بين أسمائه تبارك وتعالى وذاته فهي ليست علاقة التركيب وإنما علاقة الوحدة، أسماؤه وصفاته عين ذاته، وليست ذاته مركبة من ذات وصفات كما في الإنسان. والسر في ذلك أن الوصف حد للموصوف، فلو كان الله له صفة غير ذاته لكانت صفاته حدا له. مثلا الإنسان له ذات، يعني له وجود، هذا الوجود محدود وحدوده صفاته، عندما يقال هذا الموجود ابن فلان يشغل حيزا من الفراغ، له نسب معين، له قدرة وعلم وحياة، كل أوصافه هي حدود له، فالوصف حد للموصوف، فبما أن الوصف حد للموصوف لذلك لا تكون صفاته تبارك وتعالى غير ذاته، إذ لو كانت صفاته غير ذاته لكانت ذاته محدودة بصفاته، والحد يتنافى مع الغنى المطلق، فإنه تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، الغنى المطلق بمعنى أن لا يحده حد، فلو كانت صفاته غير ذاته لكانت صفاته حدا له، والحد يتنافى مع الغنى المطلق. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومن وصفه فقد حده، ومن وصفه يعني من اعتبر صفاته زائدة على ذاته، من اعتبر صفاته غير ذاته فقد حده، يعني جعل ذاته محدودة بصفاته، ومن وصفه فقد حده. نأتي إلى المحور الثالث من حديثنا وهو علاقة الاسم الأعظم بالأسماء الحسنى. ورد في بعض الروايات والأدعية الشريفة التعرض للاسم الأعظم، كما في هذا الدعاء الشريف اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم، وفي دعاء سمات اللهم إني أسألك باسمك الذي إذا سئلت به أجبت، إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. الاسم الأعظم ما هي حقيقته ونسبته إلى الأسماء الحسنى؟ ربما يظن أن الاسم الأعظم لفظ مثل بقية الألفاظ، كلمة حي، كلمة قادر، كلمة عالم، ألفاظ، يظن أن الاسم الأعظم أيضا لفظ من الألفاظ يتلفظ به ويدعى به. الاسم الأعظم ليس لفظا، والاسم الأعظم ليس صورة ترتسم في ذهن الإنسان. الإنسان أحيانا ترتسم في ذهنه صور، صورة
الإنسان الذي يقابله، صورة الكتاب، صورة الجهاز. هل الاسم الأعظم من قبيل الصور التي ترتسم في ذهن الإنسان؟ لا، ليس الاسم الأعظم لفظا ولا صورة، الاسم الأعظم حقيقة عينية متجلية كسائر الحقائق، كما أن محمداً اللهم صل على محمد وآل محمد، كما أن محمداً وآل محمد حقيقة تجلت في عالم الوجود، الاسم الأعظم حقيقة من الحقائق العينية المتجلية في عالم الوجود. إذا نرجع إلى الروايات الشريفة كيف تتحدث عن الاسم الأعظم؟ من تلك الروايات ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن بسم الله الرحمن الرحيم من الاسم الأعظم بمنزلة سواد بمنزلة بياض العين من سواده. البسملة أي مضمون البسملة، مضمون البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الإشارة إلى صفات الذات وصفات الفعل. كلمة الله كلمة تعني الجامع للكمالات، عندما يقال الله يعني الذات الجامعة لسائر الكمالات، وعندما يقال الرحمن الرحيم إشارة إلى صفات الفعل من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، حيث إن كل صفات الفعل تندرج تحت عنوان الرحمة بالنسبة إليه تعالى. إذن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم كلمة تشير إلى صفات الذات وصفات الفعل، لذلك كانت أقرب إلى الاسم الأعظم من بياض العين إلى سواده. نجي إلى رواية أخرى وردت عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الاسم الأعظم 73 حرفا أعطينا منها 72 حرفا، واستأثر الله بحرف لم يطلع عليه نبيا مرسل ولا ملكا مقرب. حروف، مو مقصود حروف يعني الألفاظ، حروف اللفظية، مقصود بالحروف الحقائق. اسم الأعظم يعني 73 حقيقة متجلية متشخصة في عالم الوجود، رزق منها أهل البيت 72 مفتاحا، 72 بابا. وآصف بن برخيا يقول الصادق عليه السلام: أعطي حرفا واحدا. هذا يعني أن الاسم الأعظم هو حقيقة محيطة بهذا الوجود، فكل ما سواه تحته. الاسم الأعظم حقيقة متجلية دورها دور الإحاطة بهذا الكون كله، بهذا الوجود كله، بهذه الشؤون كلها. ولأجل معرفة ذلك معرفة تفصيلية نرجع إلى الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: الكرسي والعرش أكبر أبواب الغيوب. فالكرسي هو الباب الظاهر، منه البدع والأشياء كلها، والعرش هو الباب الباطن، فيه علم المشيئة والكيف والأين والحد والقدر. ما هو المقصود بذلك؟ عالمنا نحن الذي نعيش فيه عالم المادة المسمى بعالم المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا العالم الذي نعيش فيه وهو عالم المادة
محاط بعالم آخر يسمى بالكرسي. الكرسي عالم محيط بعالمنا، لذلك الكرسي هو الباب الظاهر لنا. الكرسي هو الباب الظاهر، منه البدع والأشياء كلها. البدع ماذا يعني؟ إشارة إلى ما ورد عن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها: ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. علاقة الله بمخلوقاته ليست علاقة فيض ولا علاقة ترشح، وإنما علاقة ابتداع. ماذا يعني ذلك؟ مثلا علاقة الماء بالبحر، علاقة ترشح، الماء يترشح من البحر. علاقة الضوء بالشمس، علاقة فيض، الشمس تفيض الضوء. هل علاقة الله بالمخلوقات مثل علاقة البحر بمائه أو علاقة الشمس بضوئها؟ ليس كذلك. علاقة الله بمخلوقاته علاقة ابتداع، علاقة ابتكار، علاقة اختراع. ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته. سيدة الزهراء منبع العلم، منبع المعرفة، تقول بأن العلاقة هي علاقة ابتكار، يعني ذرأ هذه الموجودات لا من مادة قبلها ولا من برنامج ولا من مخطط سار عليه. خلقه لها ابتداع، لأنه احتذاء وصيرورة على برنامج معين. تدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. مركز الابتداع وين؟ الكرسي. مركز ابتداع الأشياء والموجودات هو الكرسي، وهناك عالم قبل الكرسي وهو العرش. العرش فيه علم المشيئة، علم الكيف، علم الأين، علم الحد، علم القدر. يعني في العرش تتم عملية التقدير. قال تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الخزينة هي العرش، كل شيء له وجود إجمالي في العرش، وبعد أن يقدر ويحدد في العرش ينزل إلى عالم الكرسي وهو عالم الابتداع، ومن عالم الكرسي ينزل إلى عالم المادة الذي نحن نعيش فيه. وهناك عالم محيط بالعرش بل بالكون كله، ألا وهو الاسم الأعظم الذي هو مجمع أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. الإمام الصادق يقول: أعطينا من ذلك العالم الذي هو أسبق رتبة من العرش وأسبق رتبة من الكرسي، أعطينا من ذلك العالم 72 حرفا. وآصف بن برخية أعطي حرفا واحدا. آصف بن برخية الذي قال للنبي سليمان لما طلب النبي سليمان عرش بلقيس، قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال آصف بن برخية: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شوف القرآن دقيق، ما قال فذهب وأخذ، ما فيها وذهب. قال أنا، يعني بمجرد أتم كلامه العرش بلقيس كان حاضر،
قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه ماثلا عنده، ما قال هو راح وجابه، ما فيها راح وجابه، لأن المسألة لحظية ما فيها فرصة بعد يروح ويجيبه. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه ماثلا عنده، هذه القدرة الملكوتية التي استطاع بها آصف بن برخيا أن يأخذ عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس، علم من الكتاب، حرف من الكتاب، فكيف بمن ملك مفاتيح الكتاب كله؟ فكيف بمن ألم بعلم الكتاب كله؟ كما أخبر عنه القرآن الكريم ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله ومن عنده علم الكتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. آصف بن برخيا ملك علما من الكتاب، وعلي ملك علم الكتاب كله. وعلي إذا ملك علم الكتاب كله فكيف لا يكون وسيلة للعباد في تفريج الكروب وكشف الشدات وقضاء الحاجات؟ وهو باب الله، ومن عنده علم الكتاب. ينقل لنا التاريخ أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كما نقل الطبراني في كتابه المعجم الكبير، لما توفيت فاطمة بنت أسد أم الإمام علي، هذه كانت هاشمية أبا وأما، لذلك تسمى فاطمة بنت أسد الهاشمية. النبي صلى الله عليه وآله حفر قبرها بيده بأنامله ليزرع البركة في قبرها، فلما أتم حفر القبر اضجع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، فقيل له لما يا رسول الله؟ قال كي أقيها ضغطة القبر. ولما اضجع بأبي وأمي رمق بطرفه إلى السماء وقال اللهم ارحم أمي فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها، ثم قال اللهم بحق نبيك، يعني هو يتوسل بنفسه، يعلمنا كيف الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اللهم بحق نبيك وبحق الأنبياء من قبلي، إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد. رسول الله خير الوسائل. القرآن الكريم يتحدث عن رسول الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الرسول وسيلة للمغفرة حيا وميتا، من توسل برسول الله من أجل غفران ذنوبه وستر عيوبه استجاب الله له دعاءه. رسول الله صلى الله عليه وآله هو يعلمنا أن نتوسل بعلي وفاطمة وحسن وحسين، لذلك أخرجهم يوم المباهلة معه
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنظرا نصارى نجران من يخرج مع رسول الله؟ فإذا برسول الله في المقدمة وبيده طفلان صغيران أحدهما بيمينه والآخر بشماله وخلف رسول الله امرأة مجللة مكرمة فاطمة الزهراء وخلف تلك المرأة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ورسول الله يقول إذا دعوت فأمنوا. الرسول هل كان محتاجا إلى تأمينهم؟ الرسول يريد أن يعلمنا أنهم هم الوسائل والوساطق في استجابة الدعاء. لذلك أخرجهم وقال إذا دعوت فأمنوا. وهكذا الحسين بن علي. حسين بن علي جمع الخمسة كلهم، جمع في شخصيته محمداً وعلياً وفاطمة وحسناً، فتجلت الخمسة في شخصيته المباركة. لذلك ابن العرندس الحلي وهو من العلماء الفقهاء، يعني هذا مو كلام شاعر، كلام إنسان فقيه مطلع على الرواية، يقول إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة رب النهي مولى له الأمر وفيه رسول الله. قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبي بثلاث ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. ثم يقول أيقتل عطشان. هذا العظيم، هذه الوسيلة، أيقتل عطشانا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر. تدري شنو سوى العطش؟ ذبلت الشفاه حتى كانت شفاههم، في بعض الروايات حتى كانت شفاههم تنزف دما من شدة العطش والظما. السلام على الشفاه الذابلات، السلام على الجسوم الناحلات، السلام على الوجوه المصفرة والأعين المضمرة. الله أكبر. هذه الحالة من شدة العطش والرمى تسابق الأطفال، مو بس الرجال، تسابق حتى الأطفال لنصرة العطشان أبي عبد الله. الحسن بن علي إلى ثلاثة أولاد قتل يوم كربلاء، عبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر والقاسم بن الحسن. عبد الله الأصغر هذا عمره 10 سنين ما رأى أباه الحسن، مات الحسن ثم ولد به بعد أشهر كان يرى أباه الحسين. لما أراد الحسين وداع المخيمات صعد على فرسه وإذا بهذا الطفل يتشبث بأذياله. أم حسين خذني معك، أم حسين لا تتركني وحيدا. نزل الحسين ضمه إلى صدره قال حبيبي ارجع إلى الخيمة
ثم التفت إلى أخته زينب: أخي أمسكيه، أخاف عليه من القتل لئلا ينقطع نسل أبي محمد. أخذته العقيلة زينب، ضمته إلى صدرها، ما هي إلا ساعة وإذا بالطفل يخرج من الخيمة ويركض نحو المعركة. إلى أين عبد الله؟ إلى أين ذاهب؟ قال: دعيني دعيني، أريد عمي الحسين. طفل يريد عمه، طلع إلى المعركة لا يبالي بالخيول ولا بالسيوف ولا بالأعداء، يقلب الأجساد جسدا بعد جسد إلى أن وصل إلى جسد عمه، أخذه وانكمش عليه وضمه إلى صدره مناديا: أبا عبد الله. الحسين مشغول بنفسه. تدري الحسين 1900 طعنة وضربة من قرنه إلى قدمه، مشغول بنفسه. الطفل جلس إلى جانبه، لكن الحسين يؤن أنين ويحن حنين يقطع القلوب، والطفل ماسك بصدر عمه. بينما هم كذلك، وإذا بحرمل ابن كاهل يريد أن يصطاد باسم الحسين، قام إليه الطفل قال: لا تضرب عني يا ابن الخبيثة، ومد يديه يريد أن يقيه، فوقع السيف على يمينه فقطعها، فانكب على صدر عمه عما قطعوا يمينه. التفت إليه الحسين قال: بني عبد الله اصبر اصبر حتى تلقى جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. بينما هو يحدث عمه وإذا بالساه يذبح الصبي من الوريد إلى الوريد على صدر عمه وحسينه. ومن أولئك الأطفال القاسم بن الحسن الذي برز إلى المعركة وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن، قتل منهم رجالا فقال الأزدي: علي آثام العرب لأفجعن عمه فيه، عظم الله أجوركم. بينما هو يقاتلهم فحمل عليه الأزدي واخترقه بسيفه، ضربه على رأسه، خر يخور في دمه مناديا: حسين. الله أكبر. يقول حميد بن مسلم: ثارت الغبرة، ما ندري شنو هالغبرة، ما هدأت الغبرة إلا والحسين منحني على صدر الغلام. شلون منظر مبكي، ها الحسين منحني، وضع صدره على صدر الغلام وخده على خده ونادى: ولدي قاسم، يعز على عمك أن تنادي فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره، وسحب جنازته للخيمة ورجلاه تخطان في الأرض. جابه ومدده ما بين أخوته، بهذا نعيك هذا اليوم، ها جابه ومدده ما بين أخوته، يقاعدهم يا ويلي وهم موت، وبس
اسمع سمعا النسوان صوت جات زينب تصيح الله شو تقول زينب ها مبارك من سبعين ألف جابوك مبارك من سبعين ألف جابوك بدال الشمع بالنشاب زفوك وعن الحنة بدم الراس اقبلت رملة انكبت على صدر ولدها القاسم ولا مال ولا مال انا ردتك ما ردت دنيا ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال شغولا له وضعني يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم بحق القاسم بن الحسن وأخوته الشهداء اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم فرج عن المؤمنين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين نصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين وعجل فرج وليك وابن أوليائك صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم صل على